وانت بتقولي دلوقتي كابتن محمود الخطيب وانت جاي في ظروف صعبه قاعد معاك هو وكابتن عادل القيعي وادوك ثقه كبيره جدا ودعموك بشكل كبير، اتعلمت ايه من كابتن محمود الخطيب؟ كابتن محمود الخطيب اهم حاجه الكابتن علمها لي وهو قال لي من الاول فكره انكار الذات، ان انت ازاي تكون في النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي دي مؤسسي، كل حد عارف دوره ايه. النهارده انا في تعاقدات، دوري ليا فريم ماشي جواه، ما ينفعش اجي اقول انا النجم وانا اللي بعمل كل حاجه، مفيش حاجه اسمها كده. النادي الاهلي، النادي الاهلي هو الاساس، مفيش حد اكبر من النادي، وده الاساس اللي احنا ماشيين عليه. بس وعمل شويه مشاكل اخر فتره بس ربنا كرمنا في الاخر. طب وكابتن عادل القيعي، يعني كابتن عادل القيعي طبعا يعني يظل الاسم الاشهر مهندس الصفقات وثعلب الصفقات، لكن دلوقتي امير توفيق ما شاء الله علم مع الناس وخلاص الناس بتلقب امير بامير الصفقات دلوقتي. اتعلمت ايه من المهندس عادل القيعي؟ لا المهندس عادل راجل اسطوره، راجل شغال. انت عارف اقول لك معلومه، وانا في هليوبوليس قبل ما اجي الاهلي وانا عندي 10 سنين هو اللي جابني الاهلي. والله؟ والله يعني جابني. كان بيتابعك لا يعني هو حد كلمه عليا وهو اللي وقتها كلم والدي وجابوا لي وقتها ب 50 كوره، وعارف الحاجات كانت زمان الحاجات اللي هي ال 50 كوره 50 تيشيرت. انا شايف صورتك هنا مع الكابتن عادلي ده اليوم ده كنا لسه ماضيين مع حمدي فتحي. حمدي فتحي حلو قوي، كنا لسه مخلصين الديل مع ام بي وهو كان جه معايا وقتها الشركه وخلصنا الديل مع بعض، وده كنا راجعين في الطريق على النادي. كويس، كان مستشار وبتستعين بيه يعني وانت في بداياتك براي كابتن عادلي برضو بخبراته؟ طبعا طبعا اتعلمت من كابتن عادلي كتير جدا، ولغايه دلوقتي كل هو الراجل لغايه دلوقتي هو ممكن يكون ما بقاش موجود على طول معايا في الحته التنفيذيه، بس راجل مشكورا مش بيتاخر عليا خالص، كل ما احتاج منه مشوره بيساعدني فيها. كابتن عادل ما شاء الله خبرات كبيره وكمان على المستوى الشخصي يعني انسان جميل.